في المحاور الرئيسية لهذه الجلسة والتي كما ذكر الأستاذ الدكتور علي غيث راح تكون نقاش فيها من أجل وضع خطط أو حتى دراسة الوضع الحالي نشوف الإشكاليات اللي على الشباب تصير، خاصة أن نحن عندنا اتحاد في الجامعة عندنا هيئة الشباب، لأن دائما نشوف مشاكل ما بعد التخرج أن نكمل دراسة ولكن ما بعد التخرج ماذا؟ يعني هل جاهزيتها لسوق العمل لدخول فيه، جاهزيتها مثلا أنها يتجه لمجال معين، عمل أيضا في نفس المجال. مريم أحمد مشمور، عضوة في مكتب معهد فنية متوسطة سبها ومدربة في معهد المصرفية قسم حاسوب. طبعا المشاكل اللي عندنا الطلبة في مرحلة هي تعتبر مرحلة متوسطة تعادل مرحلة الثانوي، هي أول حاجة المناهج، عند المناهج نفس المناهج موجودة عندنا من سنوات ممكن 2004 و 2005 نفسها، وقد ما نقدم مقترحات أن تغير هذه المناهج فقاعدة نفس المناهج فيش فيها تغيير، ولو تغيرت تغير تغيير بسيط ما يأثرش أن الطالب يحاور او يعادل التطور اللي صاير حاليا في السنوات هذه. قاعدين من ناحيه داخل جامعاتنا او داخل الجامعات الليبيه بصفه عامه، هي اولا طبعا اللي يعانوا منها طلاب الجامعات اول شيء هي نقص اعضاء التدريس. تمام، وكيف ما ذكرت اختنا مريم انها حتى نقص في المعامل وعدم توفر المعدات الكافيه والمؤكدات للاحداث المستقبليه زي العالم الخارجي. تمام، وبالإضافة إلى التعليم التفاعلي نشوفه في داخل جامعاتنا وداخل المدارس بصفة عامة إنما يستخدمون في طريقة التعليم التفاعلي، فهذا يسبب ضعف الخريج عند وقت يوصل لمرحلة معينة. أحرى حبيت أنوع على نقطة مهمة وتمنيت أن تم التنبيه عليها للسادة الحضور، أن الجلسة الحوارية اللي حاليا مقامه بحضور الكوكبه والنخب الشابه سواء في بلديتنا سبها سواء في بلديات فزان، اللي هي لمناقشه المحاور تعليميه وخدميه واقتصاديه تمس واقعنا الخدمي وواقعنا التعليمي وواقعنا الاقتصادي برقعتنا الجغرافيه اللي احنا فيها. احنا اذا كان قلنا بنناقش مشاكل ليبيا كلها فاحنا مشاكل نفسنا احنا فيه ما عرفنا نناقشه. بالنسبه للجانب التعليمي، الجانب التعليمي من وجهه نظري اذا كان بنحكوا عن التعليم الابتدائي الاساسي او المتوسط او التعليم العالي او اي جانب سواء العام سواء الخاص، التعليم داخل الرقعه الجغرافيه اللي احنا فيها لغات البرمجه وكذا في الانترنت اي تي تجد الشرطة عليهم انه يجوا يدربوا يا في مصرات يا في طرابلس، يعني الطالب اللي ما عنده امكانيه يمشي مثلا يسافر باش يتدرب في المنهج نتاعه، طبعا المنهج اللي هو المنهج اللي يعطيه ما يساعد انه شنو يطور من نفسه في التخصص اللي هو يقرا فيه. فالنقطة هي شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم، علي غيث، علي محمد، الاتحاد العام لطلبة جامعة سبها. طبعا اليوم نظمنا جلسة حوارية شبابية تزامنا مع اليوم العالمي للشباب، دعينا كافة الأطياف الشبابية والمكونات الفعالة داخل بلدية سبا وبعض بلديات المنطقة الجنوبية، طبعا لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه الشباب طيلة السنوات السابقة، ومن أهم الجوانب الجانب التعليمي مشاكل الطلبة والإدارة في الجانب الاقتصادي وفي بيئة النهضة الحالية اللي صار بمدينة سبا وكيفية تطويرها. الجانب الخدمي من البلدية والمستشفيات ما لذلك في سبيل تقديم خدمات أكثر بالفترة القادمة.